Hello everyone, welcome back to my channel. في فيديو اليوم نبدأ الفصل الثاني عشر Adjective Clauses. نبدأ ناخذ الجدول الأول Adjective Clauses Introduction. إحنا نعرف الأدجكتيف. إيش هي الأدجكتيفز؟ عبارة عن صفات. الصفة تأتي لتعرف النون الاسم، يعني تعطيني معلومات عنه. مثلا I met a kind man. أنا قابلت رجل طيب. طيب هنا kind هي الأدجكتيف، man هي النون. صفة الطيبة وقعت على مين؟ على الرجل، يعني الصفة وصفت لي الشخص. I met a famous man. أنا قابلت رجل مشهور. famous الصفة تشرح مين أو تعطي معلومة عن مين؟ عن man الرجل. الحين نتكلم عن الأدجكتيف كلوز. الأدجكتيف كلوزز نسميها عبارة الصفة، هي عبارة تابعة تشرح أو تعطي معلومة عن الاسم الذي يأتي قبلها. مثلا I know a person. أنا أعرف شخص. Who speaks the three languages. أنا أعرف شخص يتحدث ثلاث لغات. عندنا I know a person. أنا أعرف شخص، هذه جملة نسميها جملة إيش؟ مستقلة. خلاص أنا أعرف شخص. هنا هذه الجملة التابعة تشرح لي، هنا هذه الجملة يتكلم ثلاث لغات، هذه الجملة التابعة هي الأدجكتيف كلوز. مثال ثاني The language that he or she speaks at home is Arabic. اللغة التي تتحدثها أو يتحدثها هي اللغة العربية. إحنا هنا وصفنا إيش؟ وصفنا اللغة اللي يتكلم فيها، هذا النون وهذا الوصف حقه Arabic. طبعا عشان نبدأ نعطي الجملة نستخدم ثلاث أدوات جملة الصفة، يا إما أقول هو وهو نستخدمها مع الشخص، يا أقول ذات وذات تيجي مع الأشخاص والأشياء، يا إما أقول which وwhich فقط مع الأشياء. بنشوف كيف، أو نشوف المثال اللي قبل. هنا كنا نتكلم عن إيش؟ كنا نتكلم عن اللغة. اللغة ما هي شيء، ما هي إنسان، هي شيء، عشان كذا استخدمنا ذات. ذات بعدها أتت إيش؟ جملة الصفة adjective clause. نفس الشيء هنا. هنا إيش نشوف عندنا؟ الأداة هو. هو عشان أنا قاعد أتكلم عن إيش؟ عن شخص person استخدمته. بالأغلب هنا في هذا الكتاب أنا شفتهم يستخدمون هو ذات، أما which ما لقيت لها هنا استعمال. نشوف هنا عندنا الصفة تأتي قبل الاسم. هنا شايفين الصفة وين؟ kind famous بعدين الاسم، بينما في الadjective clause الadjective clause بعد الاسم. يعني I met a man، قابلت رجلا، خاص انتهى صح؟ هذه جملة مستقلة. هنا عندي هذا الاسم، هنا الadjective clause who is kind to everybody. هذا الشخص الرجل الذي قابلته لطيف مع الجميع أو طيب مع الجميع. I met a man، قابلت رجلا. Who is a famous poet. هو شاعر مشهور. I met a man who lives in Chicago. أنا قابلت رجلا أو رجل يعيش في شيكاغو. نشوف هنا adjective، هنا وصفت لي يعيش في شيكاغو، شاعر مشهور، طيب مع الجميع. هنا أيضا عندنا الجملة. الجمل في الإنجليزية لازم يكون فيها إيش؟ subject و verb، ولها نوعين، يا إما independent أو dependent، يعني جملة مستقلة وجملة غير مستقلة. An independent clause الجملة المستقلة هي الجملة الرئيسية وتقدر توقف لحالها في الجملة، يعني معناها كامل، أنا قابلت رجلا خلاص. A dependent clause الجملة الغير مستقلة مستحيل تكون لحالها في الجملة، لازم يكون معها جملة مستقلة. مثلا I met a man، أنا قابلت رجلا، هذه جملة مستقلة خلاص قابلت رجلا. لكن لو قلت هو يعيش في شيكاغو أيضا independent clause. لو قلت الذي يعيش في شيكاغو، من الذي يعيش في شيكاغو؟ لازم قبلها جملة،
لكن لو قلت I met a man who lives in Chicago، قابلت رجلا والذي يعيش في شيكاغو أو هو يعيش في شيكاغو، كذا صار معناها إيش؟ مفهوم أكثر. هنا عندي independent و dependent، مستقلة وغير مستقلة. الجدول الثاني using who and that in adjective clauses to describe people، استخدام هو ذات في جملة الصفة لوصف الناس. نشوف عندنا هنا the man is friendly، الرجل طيب. He lives next to me، يعيش بجانبي أو في البيت المجاور يعني. أقدر أستبدل كلمة he بكلمة هو وتصير هو هي السبجكت، فبدل ما أقول قابلت رجلا هو يعيش بجانبي، قابلت رجل يعيش بجانبي. نقول who lives next to me، يعني the man is friendly who lives next to me، الرجل الذي يعيش بجانبي هو إيش؟ رجل طيب أو ودود. The man who lives next to me is friendly. هنا عندنا in adjective clauses في عبارات الصفة who that نقدر نستخدمها كسبجكت عشان نوصف مين؟ الأشخاص. زي هنا قلنا he نقصد بها من؟ الرجل، ممكن أستبدلها بهو. نشوف عندنا هنا the woman is talkative، المرأة كثيرة الكلام. she lives next to me، هي تعيش بجانبي. نبي نربط بينها ونستبدل كلمة she بكلمة that، صارت that lives next to me. نشوف كيف ربط بينها، أخذ the woman اللي هي subject، حط هنا إيش that بدل الشي، استخدم that، ثم حط هذه lives next to me is talkative، صارت الجملة المرأة التي تعيش بجانبي كثيرة الكلام. قبل إيش كانت المرأة كثيرة الكلام؟ هي تعيش بجانبي. نشوف هنا من الخطأ إني أقول the woman lives next to me is talkative، لازم يا أستخدم هو يا ذات. أيضا ما يصلح أقول the woman is talkative that lives next to me، يعني أستخدم ذات هنا بعدين lives next to me، لازم ذات lives next to me تكون بعد the woman بعدين is talkative تكون بالأخير. نحل تمرين 5. Underline each adjective clause. Draw an arrow to the noun it modifies. نحط خط تحت جملة الadjective clause، بعدين نرسم سهم على الاسم اللي هذه الجملة قاعدة تصف. مثلا the hotel clerk who gave us our room keys speaks several language. هنا هذه الجملة اللي تحت خط هي الadjective clause تصف إيش؟ the hotel clerk، الفندق. the manager that hired me has less experience than I do. طيب كيف نعرف الجملة؟ شفته وشفت ذات، خلاص اللي بعدها. يعني that hired me ونوقف هنا، خلاص الاسم اللي قبلها the manager هذا الموصوف. طيب I like، يلا نجربين I like the manager that works in the office next to mine. يلا وين الadjective clause؟ نسوي دائرة على ذات اللي بعدها. طيب تصف إيش المانجر هذا؟ هنا نفس الشيء my mother is a person who wakes up every morning with a positive attitude. يلا وين الجملة؟ شفناه اللي بعدها على طول. طيب هنا الجملة تصف مين؟ my mother a person who wakes up with a positive attitude every day is lucky. طيب وين الجملة نشوف هو wakes up with a positive attitude every day؟ نوقف هنا ليه؟ is lucky هنا قاعد وصف للوصف يعني، فبنوقف هنا. طيب تصف مين؟ a person، الشخص. نحاول نحل تمرين 6. المطلوب نغير الجملة ب في الجمل اللي هنا، نحولها adjective clause، بعدين نربط ما بين الجملة ب والجملة A باستخدام هو أو ذات، طبعا كلهم الثنتين ينفعون. ناخذ number one the police officer was friendly، ضابط الشرطة كان ودود. she gave me
أو كانت ودودة. She gave me directions. أعطتني الاتجاهات. يلا نبغى نغير هذه ونربطها مع هذه. أول شيء نشتغل على الجملة الأولى. She gave me directions. كيف نحول هذه الجملة إلى adjective clause؟ يا نستخدم that يا نستخدم who. طب وين نحطها who أو that؟ حطها قبلها. أيضا نقدر نحط هنا إيش that. صارت الجملة هذه who، بس هنا إذا بستخدم هو ذات لازم أستغني عن السبجكت، خلاص تصير هي السبجكت، فهمنا؟ هو ذات صارت هو gave me directions، that gave me directions. معنى الجملة التي أعطتني الاتجاهات. طيب إيش صار فيها التي أعطتني الاتجاهات؟ إيش بها؟ هذه جملة غير مستقلة، نبغى نكملها نربطها بأي. الجملة أي إيش كانت؟ كانت The police officer was friendly. طيب الجملة هذه ضابط الشرطة كانت لطيفة أو كانت ودودة. وين الصفة هنا؟ هنا في عندنا وصف was friendly صح؟ الوصف هذا أخليه في الأخير. نشتغل هنا the police officer، نحطها أول جملة، نقول the police officer. طيب وقفنا هنا، إيش نسوي؟ الجملة هذه اللي سويناها who that gave me directions نحطها هنا، يلا نكتب who أو نكتب that. نكمل الجملة gave me directions. صارت هنا الجملة ضابطة الشرطة التي أعطتني الاتجاهات. إيش بها؟ لازم نكمل. شايفين was friendly هذه؟ نحطها هنا. كانت ودودة. Was friendly. نقطة. نشوف جملة ثانية ونتدرب كمان على الربط. الجملة الثانية عندنا The waiter was slow. He served us dinner. الجملة الأولى معناها النادل كان بطيئا. هنا بنقول هو قدم لنا العشاء. نبغى نقول إيش؟ النادل الذي قدم لنا العشاء كان بطيئا. نشتغل على الجملة الثانية اللي هي الجملة بي. إيش كان مكتوب في الجملة بي؟ هي إيش؟ He served us dinner. يلا هذه الجملة لازم ندخل عليها هو وها وذات. يلا هو أو ذات وين نحطها؟ في بداية الجملة. تدخل كذا بس؟ لا لازم نحذف لأنها تيجي مكان السبجكت. يلا بنقول هو ذات. كذا خلصنا من الجملة بي. ناخذ الجملة A ونبدأ نشتغل عليها. إيش الجملة A؟ نكتبها هنا تحت. The waiter was slow. احنا نشوف عندنا الفعل was بعد الصفة slow. هذه was slow او is slow على حسب. اذا شفنا عندنا هنا be بعد صفة، هذا ايش نسوي فيه؟ نحط عليه مربع نسحب عليه نشتغل عليه هنا.
اللي قبله الاسم the waiter. ناخذ الاسم اللي عندنا في الجملة A اللي هو the waiter. هنا بعد الاسم نحط هذه الجملة who. يلا نكتب who that served us dinner. بعدين هذه الجملة اللي تركناها على الجنب نحطها في الأخير. wise slow. الجدول الثالث using object pronouns in adjective clauses to describe people. قبل ما كنا نستخدم who that، هنا يبغانا نستخدم الobject pronoun عشان نصف مين؟ الناس في الجملة. مثلا the man was friendly، الرجل كان ودودا. I met him، أنا قابلته. him هذه object ممكن استخدمها استبدلها بذات. فمثلا نقول the man that I met was friendly، الرجل الذي قابلت كان ودودا. أخذنا إحنا من فوق إيش؟ أخذنا كلمة the man الاسم نزلنا، قلنا was friendly إيش نشوف فيه زي كذا be ومدري إيش، is was where نحطه في الأخير. ها حطها في الأخير was where was friendly عفوا. طيب I met him إيش نسوي؟ نحذف him، نحط that في البداية بعدين ننزل him. I met عفوا أقصد I met، أو ممكن نقول I'm the man I met was friendly بدون كلمة that، زي ما هنا يقول and that comes at the beginning of an adjective، that تكون في بداية جملة الصفة عشان كده حطيناها هنا عكس him. him وين كانت؟ كانت بالأخير. نشوف هنا أيضا the man was friendly I met him، الرجل كان ودودا أنا قابلته. ممكن أستبدل قابلته هذه هو به أو هم، فمثلا أقول the man who I met was friendly the man whom I met was friendly، كلها لها نفس إيش المعنى. فنشوف إيش أخذ؟ شاف الاسم في الجملة الأولى the man نزل. طيب هنا هذه was friendly قلنا بنحطها في الأخير، حطاها في الأخير. طيب إيش بقي؟ بقي I met وبقي كلمة him. طيب who وهم استبدلناها بكلمة him، يعني نحذف him وقلنا who وهم ذات لازم بالبداية. ما الذي بقي؟ I met نزله. هنا عندنا زي المعلومة هم بالأغلب تستخدم فقط في الكتابة والكتابة الرسمية. أيضا عندنا ذات يتم استخدامها أكثر منه وقت التحدث. نحل تمرين 12. المطلوب نفس قبل نربط ما بين الجملتين هنا باستخدام ذات وهو وهم. أحط خط تحت الأوبجكت بروناون في الجملة B وبعدين أغيرها للأدجكتيف كلوز. نشوفه إيش سوى هنا. الجملة A كانت a woman asked me for my phone number I didn't know her. her هنا الأوبجكت بروناون عشان كذا حط تحته خط. هنا ربط باستخدام إيش؟ that وهم. الحين مع بعض نحاول نحل number one. the couple was 2 hours late I invited them for dinner. أول شيء بنسوي هنا إننا بنحدد الأوبجكت بروناون. وين الأوبجكت بروناون في هذه الجملة؟ الإجابة them. نحط تحته خط. الحين نحاول نربط بينهم. الجملة الأولى A the couple was 2 hours late. هذه إيش الجملة A؟ الجملة B إيش كانت؟ نكتبها بلون ثاني. I invited them for dinner.
إحنا أول شيء شغلنا بيكون عن الجملة بي. نشوف في الجملة بي هنا إيش بنحذف. قبل ما كنا نحذف السبجكت I، هنا لا ما راح نحذف I أو هي أو شيء زي قبل، لا بنحذف اللي حطينا تحته خط الأوبجكت برونون them. طيب حذفنا them، الحين إيش نسوي؟ ندخل هو أو ذات أو هم، طبعا كلها صح وكلها لها نفس المعنى. خلونا فقط ناخذ مثلا هو، يلا هو I invited for dinner. خلصنا من جملة B، ننتقل للجملة A. The couple was 2 hours late. يلا وين الاسم هنا في الجملة هذه؟ The couple. طيب بعدين عندي was، أنا قلنا was is are am، اللي بعده هذا، هذه كلها نتركها على جنب، نشتغل على إيش؟ الاسم the couple. يلا نحط the couple في البداية، نقدر نحطها هنا تصير the couple، بعدين نشبكها بالجملة اللي سويناها في بي هو I invited for dinner. هنا هذه اللي تركناها على جنب نحطها في الأخير was 2 hours late. نقطة. ناخذ الحين number 2. ايش عندنا الجمل في number 2؟ على طول ناخذ بي نشوف I sat next to him on the plane. طيب نبى نحدد ايش الاوبجكت برونون، وين الاوبجكت برونون هنا؟ him، نحذف him. ايش بقى عندنا؟ I sat next to on the plane. الحين بندخل who، whom، that، وهم على الجملة. ايش نختار؟ خلونا ناخذ whom، نقول whom I sat next to. طبعا احنا حافين هم يعني ما بنكتبها، نكتب on the plane. كذا خلصنا من الجملة B. نشوف الجملة A. The man snored the entire flight. وين الاسم هنا؟ يعني لو جينا بنقسم هذه الجملة بنقول subject، بنقول with، خلاص احنا بنشتغل على السبجكت. اما هذا snored لين الاخير نتركه على جنب. يلا ناخذ the man نحطه في بداية الجملة. the man، بعدين ناخذ هذه snored the entire flight، نكتبها وين؟ نكتبها هنا في الأخير snored the entire flight. نشوف number three. Number three is the man tried to shoplift some groceries. The police arrested him. نشوف عندنا إيش؟ نبدأ بالجملة B. The police arrested him. هنا إيش المطلوب؟ نحدد الأوبجكت pronoun. وين الأوبجكت pronoun هنا؟ him. إيش نسوي فيه؟ نحذف. نشتغل على اللي هنا. إيش بنسوي؟ بندخل who، whom أو that. نستخدم that، حطها في البداية، بعدين نكتب هذه الجملة. The police arrested. كذا خلصنا الجملة B. ننتقل للجملة A. نقسم الجملة. The man subject tried verb التكملة هنا، هذه من عند الفيرب إلى الأخير نحط عليها مربع
نتركها على جنب، نشتغل على السبجكت اللي هو the man. نكتب في البداية نقول the man. طيب هذه اللي حوطنا عليها بمربع عشان نسوي نكتبها في الأخير. هنا نكتب tried to shop left some groceries. نقطة. الحين الجدول الرابع using pronouns in adjective clauses to describe things. Who و whom نستخدمها لما نبغى نوصف أشخاص. Which نستخدمها لما نبغى نوصف إيش؟ الأشياء. بينما that تيجي للثنتين، أشخاص وأشياء. هنا إحنا بنتكلم عن إيش؟ عن الأشياء، يعني بنستخدم حاجتين which و that. نشوف المثال اللي عندنا. The river is polluted. It flows through the town. It هذه اللي هي subject هنا في هذه الجملة الثانية، ممكن أستبدلها that أو which. نشوف كيف ربط بينهم. أخذ السبجكت اللي في هذه الجملة وحطه في البداية، أخذنا that بعدين الجملة هذه، الجملة هذه اللي تركناها في الأخير. نفس الشيء مع which the river، استخدم فقط which والباقي نفس الشيء. عندنا هنا معلومة، إذا أنا بستخدم that و which ما يصلح إني أستغني عنهم في الجملة، فنقول the river flows through the town is polluted بدون that أو which غلط. نشوف مثال ثاني. The books were expensive, I bought them. That أو which ممكن نستبدلها وتصير مكان الأوبجكت في الجملة. فنشوف الجملة الثانية، عندي subject، عندي verb، الأوبجكت them، أستبدلها بthat which. طب إذا استبدلناها بthat which كيف نغير الجملة؟ كيف نربط؟ أول شيء the books السبجكت في الجملة الأولى نحطه، بعدين them هذه اللي استبدلناها بthat نحط that، بعدين I bought، كذا خلصنا الجملة الثانية. ما الذي بقي؟ عندنا هذه الجملة الأولى بقي منها were expensive نحطها في الأخير. نفس الشيء مع which، ممكن إني ما أستخدم حاجة. هنا عندنا that والعلامة هذه، أو إننا ما نحط حاجة في الجملة يعني يكون شيء شائع أكثر من which. هذا متى؟ في speaking، تحدث فقط. في التحدث أستخدم that أو ما أستخدم شيء، هذا الشائع. لكن في الكتابة أستخدم أكثر شيء that، أما إني ما أستخدم شيء هذا يعني مرة نادر أو قليل، فيفضل في الكتابة أستخدم that، أما في التحدث أستخدم that أو ما أستخدم شيء. نحل تمرين 17. Combine each pair of sentences into one sentence. Give all possible forms. المطلوب ندمج ما بين الجملة B والجملة A ونستخدم جميع الأشكال أو الصيغ الممكنة، يعني مرة ندمج بذات، مرة بدون، مرة بويتش. بنحل الستة هذه أو الخمسة من number 2 to number 6. نبدأ بnumber 2. The soup was too salty. I had it for lunch. يلا نبدأ بجملة B. إيش بنسوي؟ نشوف I had it for lunch. إذا عندنا it في الجملة نحذفها. هنا بندخل who أو that أو ولا حاجة. نجرب مرة بذات، يعني نكتب هنا that، ومرة بهو، مرة بدون شيء. يلا بعد ما حطينا that وهو إيش نسوي؟ نأخذ الجملة I had for lunch. نفس الشيء هنا I had for lunch. هنا أيضا نفس الشيء I had for lunch.
طيب بعد ما خلصنا ننتقل للجملة A. إيش نسوي؟ نشوف عندي the soup subject was salty verb وما بعده نحوط عليه ونتركه على جنب. نشتغل على إيش؟ the soup نكتبه في البداية. يلا the soup نفس الشيء هنا the soup the soup. طيب was too salty هذه هي في الأخير أيضا هي هنا في الأخير نكتبها was too salty نقطة was too salty نقطة was too salty. كذا خلصنا الحل number two. بعدين عندنا number three الجملة اللي بعدها I have a class it begins at 8 AM. نشوف هنا في الجملة ما عندي زي قبل. قبل ايش كان عندي؟ كان عندي I وعندي it. هنا عندي فقط it. يلا it هذه نحذفها بقي عندي هذه الجملة. قلنا مرة بنستخدم that مرة بنستخدم who مرة بنستخدم ايش ولا شيء. طيب ننزل المتبقي عندي نقول that begins at 8 AM نكتبها capital نفس الشيء begins at 8 AM كذا خلصنا B. نروح ال A. I have a class. عفوا هنا توني انتبه اني قاعدة استعمل هو وهو مع الاشخاص. هنا المفروض نستخدم which. معليش ايضا هنا نفس الشيء which. طيب يعني استخدم ذات ويتش. ليش ويتش مو هو؟ لان احنا قاعدين نتكلم عن اشياء ما احنا قاعدين نتكلم عن اشخاص. اذا نتكلم عن اشخاص نستخدم هو. طيب هنا في هذه الجملة وين عندي هنا سبجكت وعندي الفعل ما نقدر نقول اي فقط. فوق قبل ايش كان عندي؟ كان عندي اسماء ذا سوب حتى التمانين من قبل اسماء. هنا ما في اسم. هنا عندي على طول ضمير وفعل وهنا الأوبجكت. هنا في هذه الحالة بنزلها كلها يعني ما أترك شيء للأخير. بتصير الجملة I have a class نفس الشيء هنا I have a class I have a class تصير الجملة. الجملة الأولى I have a class that begins at 8. I have a class which begins at 8 AM. I have a class begins at 8 AM. الحين عندنا number 4. The information helped me a lot. I found it on the internet. هنا عندي I وعندي it. It هذه نحذفها. نستخدم that which أول شيء. ننزلهم يلا نكتب أول شيء that then نكتب which. لا تغلطوا زي وتحطه which فقط أول حاجة. بعدين ننزل الباقي I found on the internet نفس الشيء I found on the internet
نفس الشيء. هنا يلا نشتغل. عندي the information، هذا السبجكت هو عبارة عن إيش؟ عن اسم. هنا عندي فعل والباقي. طيب بما أن عندي هذا عبارة عن اسم وليس ضمير زي فوق، بحطه هنا والباقي بستغني عنه أو بنحتفظ به للأخير. يلا نكتب the information. نفس الشيء هنا the information، the information. بعدين هذا اللي تركناه للأخير held me a lot، نكتبه هنا، نقول held me a lot. إيش صارت الجملة؟ The information that I found on the internet helped me a lot. The information which I found on the internet helped me a lot. The information I found on the internet helped me a lot. Number 5. إيش عندنا؟ My daughter asked me a question. I couldn't answer it. نبدأ بنمبر أو نبدأ ب. عندنا it في الجملة؟ أيوة، نحذفها. نستخدم that، which، مرة ثانية which، أو ما نستخدم شيء. ننزل الجملة I couldn't answer. I couldn't answer أيضا I couldn't answer. طيب نروح للA. My daughter، هذا هنا عندي إيش؟ my daughter، ابنتي. طيب هنا عندي إيش؟ my ضمير ملكية، ثم بعدين اسم، ثم بعدين فعل تكملة الجملة. هنا هذه الحالة بأنها بدأت بضمير ملكية، عموما إنها بادية بضمير. إذا بدأت الجملة بضمير، الجملة كاملة في البداية. لكن إذا بدأت باسم زي the information، زي كذا noun، وقتها أقسمها نصين، نصف البداية نصف الأخير. هنا إيش كان عندي؟ كان عندي ضمير والجملة، ما أقدر أفصل بينها، ما أقدر أقول I وأرسل have a class هناك. نفس الشيء هنا، ما أقدر أقول my daughter وأرسل هذه هناك، لا، كلها هنا في هذا الجزء. فإيش بنسوي؟ بننزلها نفس ما هي، بنقول my daughter asked me بختصر كلمة question، هنا بكتب Q. نفس الشيء my daughter asked me a question، my daughter asked me a question that I couldn't answer، which I couldn't answer، I couldn't answer. آخر جملة عندنا number 6، where can I catch the bus؟ it goes downtown. نبدأ من number أو نبدأ ب. أول حاجة بنسويها إيش؟ إذا عندي كلمة it أحذفها، في كلمة it؟ أيوة، نحذفها. بعدين نكتب that، نكتب which أو nothing ولا شيء. ننزل الباقي goes down town، goes downtown، goes downtown. ننتقل للجملة A. الجملة A عبارة عن سؤال where can I catch the. بما إنها سؤال ما بنقسمها، بننزلها زي ما هي. where can I catch the bus that goes downtown، أو نقول
Where can I? Where can I catch the bus which goes downtown? Where can I catch the bus goes downtown? وهنا بدل النقطة اللي كنا نحطها شو بنحط؟ علامة استفهام، علامة استفهام، علامة استفهام. Hello everyone, welcome back to my channel. في فيديو اليوم نبدأ من الجدول الخامس في الفصل الثاني عشر Singular and Plural Verbs in Adjective Clauses. الجدول الخامس يتكلم عن Singular المفرد والplural والجمع. مثلا نشوف هنا I know the man who is sitting over there. أنا أعرف الرجل الذي يجلس هناك. هنا نشوف أن الفعل is مفرد وهو تشير إلى من؟ إلى الرجل، بما أن الرجل النون اللي في الجملة مفرد، الفعل اللي بستخدمه بيكون مفرد. لكن هنا I know the people who are sitting over there. ليش استخدمنا are؟ لأن people كانت عبارة عن جمع. نشوف تمرين 24 المطلوب يعني نختار is يا are. نشوف هنا أو نختار جمع أو مفرد. يلا shovels are tools that. هنا الجملة إيش عندي؟ tools. نحدد إحنا على النوم. يلا هذا هو tools. إيش نستخدم is ولا are؟ نستخدم are لأنها جمع. Number three, I recently met a woman. هنا عندي الخيارات يا live يا lives. الاسم woman مفرد. المفرد معه is ولا بدون is؟ دائما مفرد الفعل معه بإس، يعني اختار lives. Most people, most people that live lives. يلا وين الاسم هنا؟ people أو most people مع بعض. يلا live ولا lives؟ live. ليش؟ لأن people جمع. I have a cousin who works ولا work. نشوف وين الاسم في الجملة؟ عن مين نتكلم؟ عن a cousin مفرد يعني works بالإس. Some coal miners that. وين الاسم في هذه الجملة؟ miners. works ولا work؟ فيها أصلا إس، لنكثر السالفة نأخذ اللي بدون إس، لأن هذه جمع. A professional athlete who. هنا مفرد athlete واحد يعني play ولا plays؟ plays. نأخذ الجدول السادس Using preposition in adjective clauses. استخدام حروف الجر مع adjective clause. نشوف مثال. The man was nice. الرجل كان لطيفا. I talked to him. تحدثت معه. أنا هنا أقدر أستخدم that وهم which. نستخدمها مكان إيش؟ مكان الأوبجكت هنا. لكن التو أو preposition حرف الجر يقول زي ما هو. شوف كيف حول هذه الجملة وربط باستخدام that وهم which. أول شيء أخذ الناون اللي في الجملة. The man was nice. وين حطه؟ في الأخير. بقي عندنا I talk to him. طبعا بنحذفها ونستبدلها بذات أو هم. وين في البداية؟ ذات أو ممكن أستخدم ولا شيء أو أستخدم هم. بعدين I talk to هنا. طيب أيضا في بعض الحالات ممكن أستخدم هم which بعد التو، يعني أقول the man to بعدين whom I talked was nice، يعني نقل التو من هنا للبداية. طبعا هذه حالة مرة مرة نادرة خصوصا في التحدث، ما يستخدموها كثير. لكن ما ينفع أني أستخدم that أو who في هذه الحالة، يعني ما أحط to بعدين that، غلط مستحيل. يعني أيضا ممكن إيش تكون جملة زي كذا The chair is hard I'm sitting in it. وين الأوبجكت هنا؟ it. نحذف it نستبدلها بذات أو ولا شيء أو which. طبعا هنا ليش استخدم which؟ عشان احنا نتكلم عن إيش؟ The chair كرسي. لكن هنا فوق يتكلم عن ذا، عن man رجل شخص يعني، فاستخدم whom. طيب أخذ the chair في البداية، is hard في النهاية. الأوبجكت هنا
حولنا هل that أو ولا شيء أو which. بيجي I'm sitting in نزلناها. ممكن أستخدم which في هذه الحالة، أحطها هنا ال in حرف الجر اللي كان بالأخير أنقله للبداية، وزي ما قلنا هذه الحالة نادرة. نحل تمرين 26 نفس قبل، المفروض إيش نسوي؟ نغير الجملة ب ونحولها adjective close ونربط ما بين ب و A باستخدام إيش؟ that ولا شيء، which أو whom أو who على حسب، والمفروض نحط خط تحت إيش؟ تحت الجمل أو ال adjective close اللي ممكن نستخدمها. يعني نشوف هنا مرة إيش سوى؟ مرة استخدم ذات، مرة ما استخدم شيء، مرة استخدم which، ومرة بدل حط حرف الجر في البداية ثم which. طيب نبدأ نحل number two. number two إيش عندنا؟ the man is over there. I told you about him. كالعادة نبدأ بإيش؟ B ولا A؟ B. يلا نشوف الجملة عندنا I subject، بعدين عندي about، هذا إيش؟ حرف الجر. him نحذفها، دائما الأوبجكت اللي يجي بعد إيش؟ بعد حرف الجر نحذفه. خلاص حذفنا him، إيش بنستخدم؟ عندي ثلاثة أشياء أستخدمها، أهو مو شرط ثلاثة، بنشوف. مرة ممكن أستخدم that، صح؟ طيب إحنا قاعدين نتكلم عن شخص، يعني بنستخدم which ولا هو؟ نستخدمه. أيضا نقدر نستخدم أخت هو واللي هي إيش؟ whom. ومرة دون ولا شيء. طيب بعدين ننزل الجملة I told you، نمسح هنا about، نفس الشيء I told you about، I told you about، I told you about. طيب ننتقل لA. the man هذا noun اسم، the man طبعا عندي is over there، نقولها في الأخير. طيب نكتب هنا the man، نفس الشيء the man، the man، the man. طيب is over there هنا بنحطها في الأخير، is over there. ممكن أعيدها is over there، is over there، is over there. هذه إذا كنت بخلي حرف الجر هنا. طيب إيش لو كنت بحط حرف الجر في البداية؟ كيف تصير الجملة؟ نكتب نفس اللي كتبناه قبل the man، هنا أنا أحط حرف الجر about، بعدين about نستخدمها مع أي واحدة من هذه ذات ولا هو ولا هم ولا شيء، نستخدمها فقط مع هم. نكتب هم I، ننزل الباقي I told you about، I told you بدون about لأن about راحت للبداية، is over there. طيب الجملة اللي بعدها number three إيش عندنا؟ the woman pays me a fair salary، I work for her. هنا عندي نبدأ ب، يلا I work for her. هنا لازم نحذف حاجة، هنا حرف الجر هذا اللي بعد حرف الجر الأوبجكت نحذفه. طيب إيش نستخدم؟ نستخدم that. طيب نشوف احنا نتكلم عن مين؟ عن the woman. the woman انسان، شخص، يعني نقدر نستخدم who و whom
أو ولا شيء، صح؟ طيب نكمل هنا. I worked for، نفس الشيء. I worked for. طيب لو قلنا أننا نبى نعكس، نبى نحط حرف الجر في البداية، أية من هذه أستخدمها؟ أستخدمهم، نرجع نكتبهم تحت، بسوي هنا خط فاصل again. لأن هذه يعني حالة ثانية. طيب هوم هذه بنحط فور في البداية قبلها، يلا نكتب فور. I worked أو I work فقط. طيب نكمل على الحالة الأولى هذه، نروح ل A. The woman هنا noun يعني اللي بعدها pays me a fair salary، نحطها في الأخير. طيب نكتب هنا the woman. نفس الشيء the woman هنا نفس الشيء the woman pays me a fair salary، نحطها بالأخير pays me a fair salary ونعيدها هنا فيها كلها كلها. طب هذه الحالة الأخيرة the woman for whom I work pays me a fair salary. نروح number four. Alicia likes the family. She is living with them. نبدأ بنمبر أو نبدأ ب. هنا عندي هذا حرف الجر اللي بعده ينحذف. طيب احنا نتكلم عن مين؟ إليسيا أو أليسيا شخص، صح؟ يعني إيش بنستخدم؟ that who whom أو ولا شيء أو الحالة الثانية المختلفة عنهم تكون هم قبلها حرف الجر. طيب هنا she is living with، ننزلها يلا. she is living with، نفس الشيء she is living with. هنا في هذه الحالة ايش بنسوي؟ نكتب she is living with، هذه حرف الجر بنحطها قبلهم. يلا نكتب with. طيب خلصنا بي، ننتقل لA. أليسيا اسم. طيب هنا بدينا بإيش؟ بشخص، صح؟ هنا أليسيا بناخذ الجملة كاملة likes the family، زي لما أقول I likes the family عكس لما the woman. هنا ما بنقسم، اختصار السالفة نكتبها زي ما هي أليسيا أو بمسح وبدورة عشان يكفي. أليسيا likes the family. نفس الشيء. هنا نفس الشيء. طب number five. The picture is beautiful. Tom is looking at it. نبدأ بي.
هنا وين حرف الجر at، نمسح الأوبجكت اللي بعده أو نحذف. يلا هنا نقدر نستخدم that. طب إحنا قاعدين نتكلم عن إيش في الجملة الأولى؟ the picture. the picture غير عاقل، يعني ما بنستخدم هو وهو، إيش بنستخدم؟ نستخدم which. أيضا نقدر إننا ما نستخدم أي حاجة. طيب نبدأ هنا بأخذ الجملة المتبقية. Tom is looking at، نفس الشيء. Tom is looking at، Tom is looking at. أيضا الحالة الخاصة نقسم هنا خط فاصل. يلا ذات ولا ويتش ولا ولا شيء، إيش اللي من هذه يعني نختارها في الحالة الخاصة اللي نحط حرف الجر قبل. الإجابة بتكون ويتش. يلا نكتب ويتش. هنا إيش بنكتب؟ نكتب توم is looking، نكتب at هنا؟ لا نكتب at في البداية at. طيب نروح البي، قاعدين نتكلم عن إيش؟ عن the picture. is beautiful، is beautiful. طيب هنا the picture بنقسم، بنقول هنا the picture، نفس الشيء هنا، نفس الشيء the picture. بقى عندنا is beautiful في الأخير. يلا is is beautiful، is beautiful. نفس الشيء هنا is beautiful. number 6 الجملة A، I enjoyed the music. B، we listened to it after dinner. وين حرف الجر؟ after، عفوا مو حرف الجر هذا، هنا to. بعدها object، هذه it نحذفها، أما after dinner ما نحذفها نخليها، نحذف إيش؟ الـ object pronoun it، مثلا her، him، him بدون e، هذه اللي نحذفها. طيب حذفنا it، يلا ندخل، نقدر نتكلم عن إيش؟ عن الميوزك، يعني غير عاقل، يعني نستخدم that ونستخدم which أو ولا شيء، عندنا الحالة الخاصة خط which. يلا نكتب نزل we listen to، هنا احنا حذفنا it لكن after dinner تنزل. نفس الشيء we listen to after dinner، we listen to after dinner، لكن هنا قول we هنا ما نحط to، نقول فقط إيش؟ after dinner، والto تيجي في البداية. طيب الحين نشتغل على A، I enjoyed the music، نحطها كلها هنا I enjoyed the music، I enjoyed the music، I enjoyed the music. نفس الشيء هنا I enjoyed the music. نأخذ الجدول السابع using whose an adjective. whose نستخدمها لإظهار الملكية. هنا مثلا the man called the police، الرجل اتصل على الشرطة. his car was stolen، سيارته سرقت. طيب نقدر نستبدل his whose، نستخدم ضمير الملكية his whose وتصير الجملة the man، أخذ من هنا إيش؟ the man
هوز هيز كار، حذف هيز حط هوز كار، نزلها هوز كار واز ستولن، هذه كول ذا بوليس في الأخير. أيضا I know a girl، أعرف فتاة، her brother is a movie star، شقيقها نجم أفلام. نقدر نستبدل her whose، نزل I know a girl كلها، whose brother is a movie star. أيضا the people were friendly، we bought their house، استبدلها whose house، the people whose house we bought were friendly. نحل تمرين 31. Combine each pair of sentences. Follow these steps. المطلوب نربط بين كل جملتين ونتبع الخطوات. أول خطوة underline the possessive adjective in sentence B. ضمير الملكية الموجود في الجملة B نحط تحت خط، نفس هنا حط خط تحت كلمة her. Draw an arrow to the noun it refers to in sentence A. نرسم سهم يدل هذا ضمير الملكية her يتحدث عن مين؟ عن the woman. Replace the possessive adjective with whose، استبدل ضمير الملكية her whose. Place whose the noun that follows، نحط whose بعدها الاسم baby is sick اللي بعده. After the noun you draw an arrow to، بعد الاسم اللي حطيت له سهم يعني the woman حطينا whose baby is sick. طيب بقي عندي is talking، هذه نزلها تحت بس ونسوي جملة. طيب بنحل هنا number 1, 2, and 3. ناخذ number 1 the CEO is resigning his company lost money، المدير التنفيذي بيتقاعد أو بينسحب شركته خسرت الأموال. طيب his ضمير الملكية حطينا تحت الخط، المقصود فيه مين؟ The CEO. نستبدل his قال بإيش؟ Whose. طيب الحين نشوف كيف بنكتبها. نشوف number one اللي كنا نحلها، إيش قلنا؟ قلنا his، نحذفها ونستبدلها بإيش؟ Whose. طيب يلا نكتب whose. ننزل هذه الجملة كاملة. Company lost money. ناخذ A. The CEO is resigning. نكتب the CEO. The أو نختار لون مخالف the CEO كلمة is resigning أو هذه الجملة في الأخير is إيش resigning. نشوف number two. Let me introduce you to the woman. Her company is hiring right now. نبدأ ب. عندنا إيش؟ Her. Her هذا ضمير الملكية. مقصود فيه مين؟ The woman. طيب her نستبدلها بإيش؟ Whose. يلا نكتب. Whose. طبعا her خلاص انحذفت. ننزل الباقي نكتب company is hiring right now. ننتقل A. Let me introduce you to the woman. طبعا هاي كلها بنزلها تحت. طب تعرفون ليش ما نفصل هنا الجملة؟ لأنه معناها بيكون غير مكتمل،
لأنه هنا يقول دعني أعرفك على المرأة. ما نقدر نقول let me introduce you ووقف، دعني أعرفك على مين تعرفني. عكسنا فوق، الرئيس التنفيذي. بعدين سينسحب، هنا بنقول الرئيس التنفيذي الذي يمتلك شركة خسيرة الأموال سينسحب. هنا ما أقدر أقول دعني أعرفك على تمتلك الشركة توظف الآن المرأة. فالجملة هذه يعني جملة لازم ما أقدر أفصلها مستقلة، معناها مكتمل هنا ما أقدر أفصل يصير المعنى ضايع. عكس فوق. طيب يعني بننزل هذه كلها، بنكتب let me again، let me again، let me introduce، أو بختصر أنا هنا كلمة you to the woman. طيب number three، I talked to the couple. Their house was burglarized. نشوف عندنا هنا نبدأ ب، عندي their ضمير الملكية مقصود فيه the couple، نستبدله بwhose، يلا نحذفه نكتب whose، نكمل الباقي نكتب house was burglarized. وهنا هذه الجملة نشوف I talked to the couple، أنا تحدثت مع مين؟ مع الزوجين. أنا أقدر أفصلها أقول أنا تحدثت مع الذين تم سرقة منزلهم وتحت في الأخير الزوجين، لا، فبننزلها كلها بنقول I talked to the couple. كذا نكون خلصنا نحل، وبكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. See you next time.